متواجدين دابا في الدار الجديده ديال امي فاطمه اللي رجعت جديده، ما نقولوش دار جديده، حنا عطيناها لها ولكن دويرتها، لكن رجعت في حله جديده. امي فاطمه كانت في واحد الحاله اللي حاله يرثى لها، كانت عايشه في وسط الازبال، في وسط العناكيب، في وسط الجردان، في وسط ديك الشيء ديال البدرع اللي ما يتحد ولا يتقيس. كانت واحد الريحه اللي حاشاكم ديال الازبال اللي تتعطي من 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 باب الدرب. الناس الجيران الساكنه اللي ساكنين معها داروا شكايه للملحقه الاداريه سيدي بوجيده، السيد القائد مشكور ديال الملحقه سي حجي يوسف حجي استجب مع مع الطلب ديال الساكنه وتواصل معايا، كان عيط لي قال لي فوالا اسماء راه كاين واحد الحاله اجتماعيه ديال واحد المسنه تتعيش في واحد الحاله اللي سيئه جدا، الله يجزيكم بخير نتوما كجمعيه التخصص ديالكم هذا غادي تدخلوا فيها. فعلا لبينا النداء ديال السلطه المحليه ديالنا وتنقلنا لعين المكان باش نديروا المعاينه ديالنا كالعاده. فاذا بهم صراحه ما قديناش ندخلوا للدار، راه كاين هادشي منشور في لاباج فيسبوك ديالي، ما قديناش ندخلوا للدار بالريحه ديال الخنز حاشاكم اللي كاينه، ولدرجه ان راكم شفتوا الدار كي دايره، لدرجه اننا ما قديناش ما لقيناش حتى كي نديروا ندخلوا بقوه الازبال اللي متراكمه، وهي مسكينه تتنعس على ديك الزبل وبدارع شي حاجه اللي ما تصوروهاش كيفاش طالع فينا. بدارع اللي كان هنايا ولا الجردان ولا ديك الشيء لا يطاق. درت واحد لا فيديو مباشر اننا تنبحثوا على العائله ديالها، لان امي فاطمه امراه مسنه ما عرفاتش تعطينا شي حاجه اللي باش نقدوا نقلبوا على عائلتها. فعلا تجاوبوا معايا ديك على الساعه والحين العائله ديالها، الاخ ديالها وبنات الاخ ديالها مشكورين وقالوا لي حنا من العائله ديالها، راه حنا غنجيو غدا ان شاء الله باش نشوفوا امي فاطمه. فعلا الله غدا جاو، تلاقيت بهم في الملحقه ديالنا ديال سيدي بوجيده. الحاله ديال الاخ ديالها تيبكي على الاخت ديالو اللي رجعت مسكينه في هذه الحاله هذه، كذلك البنات الاخ ديالها وولد الاخ ديالها مشكورين على الحاله اللي رجعت فيها العمه ديالهم. اتفقنا على ان العمه ديالهم يديوها ايتما تخمل الدار وتنقى وتعاود من جديد في الاصلاح ديالها. فعلا داوها هذه مده تقريبا ديال 20 يوم وهي عندهم، الله يجازيهم بخير، جالسه معززه مكرمه. نظفات الدار، وقفوا الله يكثر خيرهم، وقفه ديال العيالات القادات الله يجزيهم بخير، 20 يوم كامله الله يكثر خيرهم، خملوا الدار نظفوها، شي حاجه اللي الرجال الشداد والله ما يقدوا يدخلوا لها باش يخملوها، الله يجزيهم بخير. فعلا هكا تكون العائله، هكا يكونوا الخوت، هكا يكونوا ولاد الاخ اللي وقفوا مع العمه ديالهم الله يجزيهم بخير. تخملت الدار، ثلاثه ديال لي كاميونات اللي كانت تجي تهز الزبل من هنايا من هاد الدار هذه باش كانت تلوحوا. تا شفتوها كيف ما لاحظتوها في الحله الجديده ديالها. طبعا تنقول بدون دعم من المحسنين نهائيا، ما لجأناش للمحسنين، كانت كان 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 فقط الجمعيه المغربيه لمناهضه العنف والتشرد، الملحقه الاداريه سيدي بوجيده، وكذلك مقاطعه جنان الورد في شخص الرئيس ديالها مشكور اللي عاوننا بالصباغه باش تصبغات الدار الله يجازيهم بخير. والحمد لله تصلحت الدويره ديالها، وكنا ضد اننا نهزوا مثل هاد الامهات ونحطوهم في المراكز ديال الرعايه الاجتماعيه، ما دامت ان عندها بيت وعندها عائله، وخا ما تكونش بنت العائله ديالها كنا ناويين ان تعاوط الدار ونبقاو حنا نباشروها كل اسبوع ولا كل ثلاث ايام ولا كل ربع ايام على حساب يعني شنو اللي عندنا حنايا، مع العلم انها قريبه للسونتر ديالنا، يعني ما عادش تكون شي حاجه اللي هي صعيبه علينا في التنقل ولا هذه، كنا غنباشروها، لكن سهلت علينا بزاف 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 منين بان الاخ ديالها وبانوا وليدات الاخ ديالها، مشكورين الله يجازيهم بخير. وكيف ما قلت حنا ضد ان الحالات مثل هكا تحط في الرعايه الاجتماعيه، لا، خاصنا نواكبهم في البيوت ديالهم. حبذا لو كانت مثل هكذا مبادرات تعمم في ربوع المملكه، ان مثل هذه الحالات هادو عندهم بيت، عندهم دار، عندهم واخا غير جوج متر على جوج متر، يبقاو في البيوت ديالهم، والمجتمع المدني ولا الساكنه ولا الناس ديال الخير يواكبوهم في البيوت ديالهم، لان حنا تنشوفوا الامهات والاباء اللي تيتحطوا في المراكز ديال الرعايه الاجتماعيه النفسيه ديالهم كي تتكون متدهوره. حنا ما نقولوش مراكز قبيحه، لكن ما احلى العيشه وسط العائله، وما احلى العيشة وسط الجيران، وما أحلى العيشة وسط الناس، وما أحلى العيشة أنك واحد أخر اللي تبادلك الحب في قلب المكان اللي انت باغيه موالف به. لهذا تنشكر بزاف بزاف الأخ ديالها وليدة الأخ ديالها، تنشكر سيد قائد الملحقة الإدارية سيدي بوجيدة سي يوسف حجي، تنشكر رئيس مقاطعة جنان الورد على تلبية النداء على الفور أنها زودنا بالصباغة الله يجازيه بخير، وشكرا لأعضاء جمعيتنا اللي ما تيتواناوش اللي
اللي مساندينا ومدعميننا في الخفاء الله يجازيهم بخير. وهادشي اللي كاين. وشكرا موقع شوف تي في على تلبيه النداء وتلبيه الدعوه على الفور. شكرا قناه الشعب مره اخرى. شكرا جزيلا استاذ منصف. لاباس الله يسلمك. الله يرحم الوالدين. الله يخلي لي هاد الاخاء وبناته ويطول لهم العمر. الله يرحم الوالدين. اللي شراها مولاها خليها هكاك. نعم ما صبغها ما والو. هنقول لهم الله يرحم الوالدين ويسهل عليهم ويحن عليهم ويعطيهم صحه قد العمر. ديالي وما كناش عارفين المشكل ديالها شنو هو. تواصلوا بنا الناس ديال الجمعيه. دابا الحمد لله نقيلها لهاد الدار وبغيناها تجلس معانا. الا بغات تجلس معانا هو هذاك ما بغاتش تجلس بقاو نهبطوا عندها مره مره نجيو نشوفوها. كانت الحاله لا يسالها. كانت بحال الحشاك بحال شي زباله كتخوي فيها ما كتكررش بحال هكاك. البخوش العنكبوت بزاف ديال الوسخ كان فيها وهي كانت عايشه تما في وسط منه. ما كناش حنا عارفين كاع شنو كاين. كتهبط عندها با ما تبغيش تحل عليه. ما توصلوا لنا الناس ديال الجمعيه وداكشي عاد عرفنا شنو كاين. الحمد لله اللهم لك الحمد. دابا اللهم لك الحمد. كنشكروا الناس اللي عاونونا وكنشكروا الناس اللي عطاوهم الصباغه وصبغوا لنا. والله يرحم لهم الوالدين. الله يرحم الوالدين. هاد الناس الدار كانت معفونه بزاف. كان فيها الخماش كان هذا وكان بخوش هو وما كانش كتصيب لا فين تنعس ولا فين هذا. يلاه كتنعس بحال البلايص ما كاينش منها. كل الوسخ كله كان معفونا. منين جاو قالوا لنا عيطوا علينا اصحاب الجمعيه قال لك ودار حنا غنديوها القروابه وغنديو هذا. منين هذا قلت لهم انا ما يمكنش واش انا قايم داز نديو لي اختي القروابه. وقفوا معنا وصوبوا الدويره الله يجزيهم بخير. وخمناها خمناها لا انا ولا بناتي. وهي ديتها عندي في الدار 20 يوم هي عندي في الدار. ثم هي على ما لقينا لها الدار عاد جينا هولنا. دابا مرتاح الحمد لله الله يجزيهم بخير الله يكثر عليهم الخير. الله يجعل ربي يكون معنا ومعهم.